ستبدأ الجولة الثانية من محادثات السلام السورية في جنيف هذا اليوم، وقد وصل أعضاء اللجنة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية إلى جنيف أمس الثلاثاء لحضور المحادثات. وصل ممثل كبير اللجنة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية محمد علوش إلى جنيف أمس الثلاثاء لحضور المحادثات. ووفقا لتقرير، سيلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع الوفد اليوم الأربعاء. هذا وستجري الانتخابات التشريعية السورية في نفس اليوم. وقرر وفد الحكومة السورية تأجيل موعد بدء محادثات السلام السورية في جنيف إلى يوم 14 و15 من الشهر الجاري. ووفقا للتقرير، سوف تتخذ محادثات السلام السورية شكل المحادثات غير المباشرة، أي لن يتفاوض الوفدان بشكل مباشر بل من خلال ممثلي الأمم المتحدة. وقال دي ميستورا خلال زيارته لدمشق إن هذه الجولة من محادثات السلام السورية حاسمة للغاية، إذ سيركز الجانبان على المشاورات بشأن عملية الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور. هذا وقال ممثلو المعارضة السورية المعتدلة في وقت سابق إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ليس قضية رئيسية في محادثات السلام.